يقول: ما صحة الذين يرفعون أصواتهم بالتهليل بعد صلاة الفجر والمغرب؟ رفع الصوت بالذكر من غير صوت جماعي لا بأس، هذا سنة، إن المصلين إذا سلموا من الفريضة يرفعون أصواتهم بالذكر الوارد على انفراد، كل واحد على انفراده، ولو اختلطت الأصوات لا بأس. أما أنهم يذكرون الله بصوت جماعي أو واحد يذكر الله وهم يتابعونه، هذا بدعة، لا يجوز هذا. نعم.